برنامج آثار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار، تحلو بها مجالس السمار. آثار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع آثار وأخبار، والحديث موصول في تاريخ مصر. قبل أن نتكلم عن من سكن مصر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولسنا هنا بمعرض الكلام عن قصة كل نبي، فهذا أمر يطول ذكره ويخرجنا عن مقصودنا من هذه الحلقات، لكننا نريد أن نتكلم عن بعض الديانات القديمة التي قامت في مصر، وكيف أن الله عز وجل قد قيض لأهل مصر من أنبيائه ورسله من يدعون لمحاربة هذه الأديان والاعتقادات الباطلة والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من المعروف عن مصر أيها الإخوة أيتها الأخوات أنها تعتبر من الدول الأثرية في العالم، وازدهرت فيها الحضارة في نحو السنة أو القرن الثالث قبل الميلاد، وتوالت على حكومات مصر دول عظيمة تنحدر في غالبها من أصول قبطية، ومنه أخذ العرب كما نعرف كلمة إيجبت، والتي تطلق على مصر، فإيجبت أطلقها الأوروبيون على مصر نسبة إلى من كان يسكن مصر من أهلها. إيجبت نسبة للأقباط، في نكتة تطلق يقولون لما يعني الأوروبيون اليوم يسمون مصر إيجبت ما يسمونها مصر، ونحن المسلمين نسميها مصر. طبعا نحن نسميها نسبة إلى تاريخ قديم لها في تمصيرها، التمصير يعني مثل معنى بمعنى الحدود، مصر المدينة إذا وضع لها حدودا وأقام بنيانها، فكان يطلق عليها قديما مصر، وإيجبت يطلق عليها مصر نسبة للمدينة نفسها، ويطلق عليها إيجبت نسبة إلى من يسكنها من القبط. طيب لما ما زال الأوروبيون مصرين على تسميتها إيجبت؟ يقال أن أحد الأوروبيين قديما، طبعا هذه نكتة كما قلنا، كان يزور مصر قديما، يطلع على الآثار القديمة الموجودة فيها، ثم يرجع إلى بلاده، وهذا كان كثير الزيارة لمصر، فكان إذا رجع إلى بلاده ثم رجع إلى مصر بعد ذلك يأتي بشيء أيضا من الهدايا التي ترمز إلى بلاده، يعني أشياء مثلا تختص بها بلاده، واعتاد عليه المصريون دائما أنه يأتي بهذه الهدايا. فالمهم كل ما راح ديرته ورجع التقاه بعض أحبابه المصريون، فكان دائما يقولوا له إيجبت إيجبت، يعني إيجبت لنا، يعني إيجبت إيه اللي جبت لنا إيجبت، طبعا الجيم هنا قاهرية كما يقال، القاء هذه يعني فصيحة طبعا، فكان يقول له إيجبت إيجبت. فلما كثر سماعه كان يرجع إلى بلاده فيسألونه وين كنت، قال كنت في بلد إيجبت من كثر ما يسمعها. طبعا هذه نكتة يطلقها البعض، وإلا إيجبت أصلها من الأقباط. طيب هذه البلاد، بلاد الأقباط أو بلاد مصر، كانت فيها عدة أديان، والناس هناك كانوا قد أقبلوا على عبادة أنواع من الآلهة تمثلت في حيوانات أهلية أو حيوانات وحشية أو حتى عبادة الفراعنة أنفسهم. فاعتقد المصريون القدماء بموجودات غيبية وآلهة ذوات أسماء وصفات مختلفة، ولما بلغ عدد الآلهة كثرة لا يمكن السيطرة عليها، كل واحد الآن عند آلهة وزعم أنها ربه، عمدوا إلى الحد منها والاكتفاء بآلهة معينة، فقالوا هناك آلهة للشمس
وآلهة للقمر وآلهة للماء وآلهة للزواج، حاولوا أن يقللوا منها. ثم إنهم اعتقدوا بألوهية بعض الحيوانات، وهذه الحيوانات في الغالب تكون قريبة منهم كاللبوة وبعض الطيور الأهلية كالوز وغيرها، لا سيما القطط التي حازت على اهتمام واسع. حتى إن الفرس لما قدموا مصر واستوطنوها وحكموها الاستيطان الأول قبل الميلاد، كانوا يرسمون بعض في أثناء حروبهم مع أهل مصر، يرسمون بعض القطط أثناء المعارك، يرسمون قطط على مثل اللوحات وغيرها أو على دروعهم، فلما يراها المصريون يكفون عن قتالهم، لا يرشقونهم بالنبال، وكانوا يغمدون سيوفهم. يقال بأن هذا من أسباب انتصار الفرس على المصريين، أنهم احتالوا عليهم برسم مجسمات للقطط، بوضع مجسمات للقطط، فلما كان المصريون يرون هذه القطط كانوا يغمدون السيوف ويوقفون رشق النبال. وأيضا كانوا حينما يريدون العزم على ركوب نهر النيل يتوجهون إلى معبد التمساح، والتمساح كان معظما أيام الفراعنة، فيرفعون الصلوات ويقدمون النذور والصدقات رغبة في التخلص من خطر التماسيح المفترسة. فعبادتهم كانت عبادة لما كان أهليا أو كان أيضا وحشيا. كانت عندهم أيضا أساطير في آلهة يسمونها أوزوريس. الأوزوريس أو إله الخصب كما يسمونه، لمن أراد الزواج، فقد تلقى جثة الرجل في البحر من أجل هذه الآلهة، كما في إله الشمس أو إله الجدب. إله الجدب إذا أحسوا بالقحط رموا بجثة رجل أو امرأة من أجل الحصول على الزواج. أو إله الخصب على سبيل المثال كما هو معروف عندهم أوزوريس، من أجل الإنجاب كانوا يقدمون له القرابين. كانوا أحيانا إذا خشوا من فيضان نهر النيل كانوا يرمون بأجمل بناتهم من البنات الأبكار، يرمونها في البحر في نهر النيل، كأنه قربان يقدم لنهر النيل ليصرف شره عنهم حتى لا يفيض ويهلك الحرث والزرع. فلما قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ذلك ووجد التفاف الناس حول هذه العادة الفرعونية الباطلة، كتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخبره بالخبر، فكتب له عمر ورقة وقال ارمها في نهر النيل. فلما فتح عمرو ورقة عمر وإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عمر إلى نهر النيل، إن كنت تجري بأمر الله فإني أسأل الله ألا يجريك، وإن كنت تجري بأمرك فإني أسألك ألا تجري. هو يعلم أنه يجري بأمر الله، فرماها عمر فما جرى النهر بعد ذلك. كانت عندهم أيضا عبادة الشمس، ولا شك أن عبادة الشمس كان لها وجود واسع في التاريخ، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في خبر نبي الله إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل فلما قال تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن قال هذا ربي هذا أكبر، إشارة إلى القمر، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يقصد الشمس، فلما أفلت قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. أو في الشمس لئن لم يهديني ربي قال يا قوم إنني بريء مما تشركون، إشارة إلى عبادة القمر والشمس التي كانت موجودة في تلك البلاد. وإبراهيم عليه السلام لما كان يصنع هذا الأمر ما كان يصنعه اعتقادا منه بتعظيمه هذه الآلهة، بل هو من سبيل المناظرة معهم،
كما قال تعالى في أول الآيات: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم عليه السلام كان يعلم بأن هذه الأجرام السماوية إنما هي ملك لله يسيرها ربه سبحانه وتعالى كيف يشاء، وجعله من الموقنين المتيقنين المصدقين بهذا الاعتقاد. فلما أراد أن يناظر قومه أراد أن يقنعهم بأن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله، سواء الكوكب أو القمر أو الشمس المضيء الأكبر، كلها آلهة باطلة. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله ولا وقد هداني الله عز وجل لمثل هذه الآلهة. كانت عندهم أيضا عبادة فرعون نفسه، فانتشرت عبادة الفراعنة في الماضي، وكان آخر أثر لها هو عبادة إمبراطور اليابان الذي ألغى بنفسه هذه العادة، مع أنها كانت موجودة في عبادة الإمبراطوريين أو الملوك والعظماء، كانت موجودة في العالم. لما جاء إمبراطور اليابان في سنة 1946 أبطل هذه العادة. ففراعنة مصر كأباطرة اليابان كانوا يعتبرون أنفسهم جديرين بالعبادة، وأنهم آلهة من نسل الشمس. عرف المصريون أيضا مئات الآلهة التي دلل على ذلك تلك الصور للأبقار والتماسيح والكباش والكلاب والعجول والقردة وبعض الطيور الجارحة وبعض الطيور الأهلية وغيرها من الآلهة التي تدل بغيرها من الصور التي تدل على تعظيم المصريين لهذه الآلهة. وكانت هناك بعض الآلهات التي كانت تعبد في نواحي متعددة التي تأخذ أسماء وألقابا وأشكالا متنوعة. أحيانا قد تدمج بعض الأسماء أو الوظائف لبعض الآلهة في إلهين أو ثلاثة آلهة، كما حصل في الثالوث. وهذا الثالوث أخذ من بعض الديانات الفرعونية. أيضا كانت هناك آلهة مصرية تصور على شكل، طبعا هو الثالوث أخذ من يعني وجد في الحضارة الفرعونية وجد في غيرها طبعا. أيضا بعض الآلهة المصرية كانت تأخذ على شكل حيوانات أو شكل إنسان، برؤوس بعض الحيوانات أو بأجزاء من الإنسان، ويحتفظ بها كقرني الآدمي أو قرن الحيوان، وكان لها تميز في تيجانها وأشكالها. كل هذه وغيرها أبطلها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بدعوة أهل مصر إلى توحيد الله. وما أكثر الأنبياء والرسل الذين سكنوا مصر وعمروها، فمن هم أنبياء الله ورسله الذين سكنوا مصر؟ كيف كانت دعوتهم؟ ما أشر أخبارهم؟ دعونا نشير إلى ذلك على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل في لقاء مقبل إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج آثار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.